نشرت الأخبار من إذاعة أرتا إف إم، تحية طيبة متابعينا الأكارم وإليكم أبرز العناوين. بلدية الشعب في عمودة توزع كميات من المبيدات الحشرية على الكومينات لتوزيعها على الأهالي. أسواق مدن محافظة الحسكة تعاني نقصا في مادة السكر منذ أيام. سعر صرف الدولار في مدن الحسكة يتجاوز 665 ليرة سورية. وبث إذاعة أرتا إف إم في منطقة الجزيرة لا يزال متوقفا بعد نحو أسبوعين من حرق مقرها في عمودة. بدأت بلدية الشعب في عمودة الأحد بتوزيع كميات من المبيدات الحشرية على كومينات الأحياء لتوزيعها على الأهالي. الرئيس المشترك لبلدية الشعب في عمودة إدريس إبراهيم أفاد أرتا إف إم أن البلدية وزعت نحو 50 لتر من المبيدات على الكومينات حتى الآن. إبراهيم أضاف أن البلدية ستقوم برش 50 لتر من المبيدات الحشرية في شوارع المدينة، إضافة إلى 50 لتر من المبيدات الخاصة بمكافحة العقارب. تشهد أسواق مدن محافظة الحسكة منذ عدة أيام نقصاً في مادة السكر. نائب مدير هيئة التجارة والاقتصاد في مقاطعة الجزيرة عبد الرحيم أحمد أوضح لأرتا إف إم أن سبب نقص مادة السكر مرتبط بإغلاق معبر سيمالكا وسيطرة داعش على الطرق التجارية مع الداخل السوري بحسب وصفه. من جانبه أكد الرئيس المشترك لشعبة التموين في بلدية الشعب بالقامشلي ريزان حسن لأرتا إف إم وجود كمية قليلة من السكر لدى جمعية هافغرتن التابعة للإدارة الذاتية. حسن أضاف أن سعر الكيلو الواحد من السكر تم تحديده بمبلغ 400 ليرة بشكل مؤقت. وفي عمودة أفاد السكان لأرتا إف إم أن كومينات الأحياء تقوم بتوزيع كيلو ونصف من السكر على الأهالي بمبلغ 550 ليرة. سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا حميد حج درويش سيبقى في سوريا بشكل دائم. هذا ما أكده القيادي في الحزب التقدمي أحمد سليمان لأرتا إف إم الأحد. سكرتير التقدمي حميد حج درويش كان قد عاد إلى سوريا يوم الأربعاء الماضي قادما من السليمانية في إقليم كردستان العراق. جرح 3 أطفال من قرية الكشكش جنوبي الحسكة السبت جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات داعش. المسؤولة في إعلام الأسايش العامة جيان رمو أفادت أرتا إف إم أن الأسايش قامت بإسعاف الجرحى إلى المشفى الوطني بالحسكة. رمو أوضحت أن حالة الأطفال الصحية مستقرة. يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت قد سيطرت على الشداد الجنوبي الحسكة في شباط الماضي بعد معارك مع داعش. وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في مدن محافظة الحسكة الأحد إلى 665 ليرة سورية. ارتفاع سعر صرف الدولار رافقه ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع في مدن المحافظة. أنور نعمان صاحب محل الصرافة في عمودة قال لأرتا إف إم إن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار هو نقص المعروض من العملة في أسواق المحافظة. نعمان أضاف أن هناك بعض التجار يتحكمون في سعر صرف الدولار دون أن يكشف عن هويتهم. قالت بلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية في القامشلي الأحد إنها خصصت حافلتين لنقل الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة من القامشلي إلى الحسكة بأسعار رمزية. مسؤول مكتب النقل الداخلي في البلدية محمود شيخ ظاهر أوضح لأرتا إف إم أن تخصيص الحافلتين جاء بعد شكاوى على رفع أسعار نقل الركاب. شيخ ظاهر أضاف أن الحافلات ستنقل ذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً والطلاب بسعر 150 ليرة فقط بحسب تعبيره. لا يزال بث إذاعة أرتا إف إم في منطقة الجزيرة متوقفاً منذ نحو أسبوعين. مبنى إذاعة أرتا إف إم في عمودة تعرض للحرق من قبل مجموعة من المسلحين في 26 من نيسان الفائت. المجموعة المسلحة كانت قد اختطفت المديرة التنفيذية للإذاعة وهددته بالقتل في حال استمرار بث الإذاعة. قيادة الأسايش العامة كانت قد أعلنت سابقا عن اعتقال عدد من المتورطين في الحادثة دون ذكر تفاصيل أخرى حتى الآن. إدارة الإذاعة أكدت أن عودة بث الإذاعة مرتبط بنتائج التحقيقات والكشف عن المتورطين في الحادثة وضمان سلامة فريق العمل. في نهاية النشرة أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.
أرضك.